السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب ديال اليوم هو على كاميرات، ياك يعني بزاف حكم هاد الأيام كنا مشغولين مع الماتشات، كيكونش مثالي كنسجل ليكم اون ديريكت ولا كنشد فيديو من أي مكان. كيجيو الأسئلة بزاف، وسمحوا لي بعد خطرات كنكون مشغول ما كنجاوب سي بلاص، واللي كيسولني على الواتساب راه كاين في الباج. الموضوع ديال واش حسن هادو ولا هادو، كنشوفو هادو في الإشارات كيقول لك مثلا هادي حسن لك ما تبقى دير دي في ار، وهادي وهادي مع التليفون اي كاينه المعلم، ولكن ما كيشرحش لك واحد مزايا بحال هاد الكاميرا. خاصها تكون عندك الكونيكسيون وكدار فيها كارت ميموار، وخاصها تكون هي اصلا سيكيريزي، ماشي يجي انت في هذاك ويديها عشا تجبد، ما غتجبد والو. او يكون عندك الكونيكسيون، اما تدوز لها كابل ريزو اما كتكونيكتيها مع الواي فاي، وخاص يكون عندك الان في ار او الدي في ار اللي كيكون فيه زائد اي بي، يعني دي في ار يمكن لك تدخل فيه كاميرا اي بي، او تكون هي مسيكيريزي مزيان وما كيشرحش لك تاني. راه لا كانت عندك الكاميرا وما عندكش واي فاي، ما عندك ما دير بيها، ماشي كان بغيتي تسجيل او نشوف شقة عن طعن جبت كارت ميموار او نديرها في التليفون، راه عطاك خدمة. او هادو كيبقاو عندي بعدا انا مكلاسين طوب، يعني حتى لا تهرست لك الكاميرا او تشفرت الكاميرا كيبقى عندك تسجيل ديالها. اما هادي اذا ما كنتيش دير لها دي في ار عند اي كاميرا من هاد الكاميرات اللي كتشوفو في الاشارات، راه يمكن لك دير لها دي في ار، خاص تكون عندك غير الكونيكسيون او دوز لها كابل ريزو ودير واحد روتور واخا ما فيش كونيكسيون، كدير ريزو لوكال كونيكتي ريزو لوكال. اوكي، هذا هو الفرق بين هادو وهادو، يعني راه هادي لما كانتيش دير لها دي في ار وكان في شي بلاصه غير محميه بحال ما مركبش كاميرات، هذا مكان. اما هادو راه فيهم اي بي وفيهم كوارسيا، يعني يخدموا بالكابل، كاين ان في ار وكاين دي في ار. حتى هادو اللي قلت لك انا، هادو اللي كيتباعوا كيتكونيكطاو مع تليفون وقا بوحدها وفيها كارت، يمكن لك حتى هي دير ليها دخلها مع الدي في ار لا كان عندك او تشريه وتحمي راسك. والسلام عليكم.